اهلا اعزائي المشاهدين، رجعنا مكملين فقرات روتانا كافيه ومعانا دحين خبيره الاستشارات العاطفيه، بنكمل معاها مروه رخا. بس في اتصال جاينا من الامارات. سعيد الو. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، حياك. حالك يا نايف؟ الحمد لله. ايش حالك حبيبي؟ ساك بخير. الله يطول عمرك. نور حبيبي. حالك يا اروى؟ ازيك يا سعيد؟ الله يسلمك عافيه. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. انا اشكر روتانا على استضافتها لك، وانا اشكر بعد كل القائمين على هذا البرنامج. سلمك حبيبي. وطبعا في موضوع لهذا اليوم موضوع طيب، وانا انتظرك دائما كل يوم. ربنا يخليك. سعيد، لك سؤال عند مروه عايز تساله لها، او عندك مشكله او عندك حاجه مش عارف تاخد فيها راي؟ انا عجبني موضوع لهذا اليوم بالنسبه لموضوع ان اذا انت عندك مشكله مثلا في شيء معين الناس ما منتبه لها، لكن مجرد ما انك انت تتكلم والله انا عندي هذا الشيء، الناس تاخذ يعني الموضوع هذا فعلا ان انت عندك هذا الشيء بالضبط في القول يعني. فانا اقول بالنسبه للموضوع هذاك اليوم انا صادفني موقف، يعني كنت ناشي من رقاد، يعني ما ادري شو يسمونه، يعني كنت قايم من النوم قول اي، فكنت طالع عند ربعي وانا عندهم. شو قالوا؟ قلت حق واحد من ربعي، قلت له انا مو سهران يومين، فشاف عيني هي متنفخه شوي لان انا نايم يعني واعي مرقاد. فشو قال؟ قال صح انت شكلك تعبان. قلت له يا غلطان، انا توني نايم مرقاد. يعني فعلا يعني عيوني متنفخه. وهو شو قال؟ قال معناته انت مو براقد يومين. فانا شو اقول؟ فعلا يعني انت حتى لو مثلا يعني كنت يعني عندك مشكله في نفسك، عندك شغله في حياتك انت مثلا، مجرد ما تتكلم فيها الناس رايحه توافق في كلامك وتثبته، وبعدين تاخذ فكره عنك في المستقبل ان هذا الشخص بالطريقه هذه. صحيح. هو صاحبك ده كل مره هيشوفك هيبص لك ويشوف عينيك منفخه ولا لا، هو خلاص بقى مستكبر كده. هو انا كنت مركز مع عينيه قوي. نعم. فانا اريد اقول بعد من نقطه ثانيه، طبعا الانسان يحاول قد ما يقدر بان اي موقف يمر عليه يحاول انه يحتفظ به لنفسه. بالنسبه لموضوع ثاني، لان ممكن اذا انه هو قال ان هذا الضعف فيني او هذا الشيء فيني، الناس راح تاخذها بنفس الكلام. حتى نايف يوم قال انا متى ما خليت نفسي ضعيف او مثلا شفت شخص ضعيف انا استقوى عليه. بالضبط. ليش؟ لانه هو كان ضعيف امامي. هذه ان شاء الله خير يعني طبيعه البني ادم. هذا البرنامج حبيبي. الله يسلمك سعيد، وان شاء الله نبي مداخلتك بكره ان شاء الله في اليوم المفتوح حبيبي. ان شاء الله. الله حبيبي. طيب. مشكور سعيد. طيب احنا كده قتلنا بحثا موضوع الثقه بالنفس. تمام. المفروض كده ان كل حد حاجه واحده، نونا وسعيد ومروات وانا بقول لكم حاجه واحده بس هي دي اللي تركزوا فيها. المشكله الثانيه بقى مشكله برده مهمه قوي، مش هي مشكله طويله بس انا هلخصها لكم. هي مش بتاعتنا دي، عندها 26 سنه وكان بيقدم لها عرسان كتير جدا وهي في الكليه، وما كانش حد عاجبها، ما كانتش مرتاحه لحد، لحد لما اتقدم لها واحد، وبعدين مره في الثانيه في الثالثه استريحت له، وكان بتقول يعني انا ربنا بعت لي ملاك. وبعدين اتخطبوا، وبعد الخطوبه ابتدى يتغير، ابتدى كلامه يتغير، تصرفاته تتغير، يزعق فيها، يقل ادبه عليها، يشتمها هي واهلها، معامله بقى بشعه. بعد ما اتخطبوا وهي الاول كانت فاكره ان هو عنده مشاكل في الشغل، فكانت بتديله عذره ان هو عنده مشاكل في الشغل ومضغوط وكلام من ده. وبعدين كان وعدها بشقه، طلعت الشقه مش موجوده، يعني كذب في كل حاجه. ففي الاخر بقى خالص لما فاض فيها اشتكت لاهلها، واهلها جم جابوه عشان يقعد معاهم، شاط فيهم وزعق فيهم وقال ادبه على اهلها وعلى عمامها وعلى خلانها من البيت. قله ادب اخر حاجه. وبعدين في الاخر الخطوبه اتفسخت. بعتالي بقى، مش كان نقول الحمد لله؟ الحمد لله اللي واجب ده بس. بعتالي بقى ان هي جالها اكتئاب جامد جدا، وان هي انهارت، وان هي تحت عينيها بقى باظ وخست قوي، وصحتها اتبهدلت، وبقت عند الدكاتره على طول، وعندها قولون عصبي، وبتشتكي لي بقى حاطه لي 11 نقطه دليل على البهدله اللي هي اتبهدلتها. انا بقى شايفه ان ده من اساسه من الاول خالص هو يعني هي كانت، عشان هي كانت يعني زي ما نقول متبطره او يعني معترضه ان مفيش حد مفيش حد. طب اديكي اهو جالك واحد بس يعني طلع عينك. ايه نرمين ده؟ ايوه النفسيه السودا دي نرمين قلبت. يعني انا قصدي ان الواحد في الاول يرضى برضه بحاله ويرضى بوضعه، فانا ممكن ما ارضاش باللي انا فيه وتجيلي حاجه يعني زي ما تقولي تقرص وداني. شوفي انا ممكن اتفق، مع نرمين في نقطه واحده فقط، اللي هي ممكن مو بمعنى ان هي تستاهل لا، بس هي ما دام في بدايه الموضوع منذ الخطوبه يعني نوعا ما انا اقول تستاهل.
منذ خطوبة إذا قدمت تنازل واحد وما عرفت التنازل هذا ليش والشخص مقدم التنازل الثاني بعده، لا عسى أن تكره شيئا وهو خير لك. طيب إحنا نفصص الموضوع دوت حتة حتة. المشكلة أول حاجة خالص في حكاية إن كان بيتقدم لها عرسان وكانت بترفض، ده حقها، ما القبول والرفض ده اتعمل عشان إيه؟ يعني مش مستريحة، مش مقتنعة، أيا كان البني آدم اللي هي وافقت عليه، وافقت عليه لأن هو ظهر بصفات غير حقيقته، فهي وافقت اتخدعت فيه، هي اتخدعت. فاحنا مش هنقول عشان اتبصرتي على دول ربنا وقعت، لا لا لا, 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 لا مش اتبصرت، لا يعني هي كانت الأول ما بتقول ما فيش حد بيتقدم لها وأول واحد جه، ده كان كتير، دول كتير اتقدموا لها، دي كتير. تمام، فدي كده أول حاجة. تاني نقطة اللي نايف بيقول عليها حكاية التنازلات، هي استحملت منه بأساس إيه؟ قلة ذوق وإهانة وغلاسة، وطلعت له عذر الشغل. الشغل يعني أنا بذمتكوا كده، لو أنتوا شايفين إن أنا دلوقتي عصبية وكل ما أضغط في الشغل أروح ضايح ماسكة قططي القطتين بتوعي ضرباهم وحرماهم من الأكل، حد هيرضى يتجوزني؟ لا طبعا، ما هو الطبيعي إن الحياة كلها ضغوط، فاللي هيحصل إن أنا بعد الجواز أول ما هيجي ضغط همسك العيال واضربهم. صح، وبداية اذا فقدوا الاحترام مع بعض او شخص منه فقد الاحترام مع بعض الموضوع خلاص بوز، هذا نوع انه اصلا يتم. يعني حتى لو انا مثلا كنت متزوج او خطبت يوم من الايام وعليت صوتي وما لقيت ريسبونس انه ليش عليت صوتك، حكمل.